بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. إحدى الظواهر التي رافقت قضية ولي الله الأعظم معز الأولياء ومذل الأعداء الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا، المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. إحدى الظواهر التي رافقت هذه الفكرة ظاهرة التشكيك. أولا التشكيك في وجوده، هل يوجد هنالك شخص في التاريخ باسم الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، أو أن هذه فكرة اختلقتها بعض الجهات لمصالح معينة؟ التشكيك في وجوده أولا، والتشكيك في إمامته ثانيا، والتشكيك في مهدويته ثالثا. نأمل أن نوفق بإذن الله تعالى في بعض الأحاديث القادمة إلى تناول هذه النقاط، ولكن في هذا اليوم نحاول أن نتحدث حول ظاهرة التشكيك ككل. هذه الظاهرة ما هو مبدأها؟ ما هو المنشأ الذي تنشأ منه هذه الظاهرة؟ لماذا يتم التشكيك في الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ ولماذا يتم التشكيك في والده؟ التشكيك لا يختص بالإمام المنتظر، هنالك تشكيك في واحد واحد من الأئمة صلوات الله عليهم. في الإمام المهدي أكو تشكيك، في الإمام الحادي عشر أكو تشكيك، في الإمام العاشر أكو تشكيك. الواقفية مو فرقة وقفت على الإمام الكاظم صلوات الله عليه، كما يقول بعض المحققين كل واحد من الأئمة كانت توجد هنالك فرقة واقفية وقفت على الإمام الأول ولم تقبل الإمام الثاني،
ووقفت على الإمام الثاني ولم تقبل الإمام الثالث. كل واحد من الأئمة يوجد عليهم تشكيك، بل خاتم الأنبياء محمد يوجد هنالك تشكيك في نبوته، بل أعظم حقيقة في هذا الوجود، وهي الحقيقة الإلهية، حقيقة واجب الوجود الذي ينبع منه كل وجود، حتى هذه الحقيقة التي لا شك فيها تجد مئات الملايين من البشر يشككون في هذه الحقيقة، بل ينكرون هذه الحقيقة بكل قوة. إذن هذه الظاهرة لا تختص بالإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، بل تعم جميع الحقائق الغيبية. أكثر من هذا، حتى عالم المادة يوجد هنالك تشكيك في وجوده، هنالك مذهب الشك، هنالك اتجاه الشك من عهد اليونان وإلى هذا اليوم، يقول هذا المذهب كل ما في الكون وهم أو خيال أو عكوس في المرايا أو ظلال، ماكو هنالك حقيقة، ماكو هنالك شيء نسميه الوجود، هذه كلها أوهام، المتكلم وهم والسامع وهم، وهذا الكلام وهم، وهذا المسجد وهم، كله أوهام. أحد الفلاسفة كان قاعد ويا واحد من تلاميذه على حافة نهر، فأقام له الدليل الأول على أنه لا يوجد هنالك ماء في هذا النهر. طبعا مو دليل، هذه سفسطة، هذه مغالطة، هذه براهين ظاهرية ولكنها مفرغة من داخلها. الدليل الأول على أنه لا ماء في النهر، والدليل الثاني والدليل الثالث، وأقام عدة أدلة على أنه لا ماء في النهر. ثم توجه إلى التلميذ وقال له: ماذا تقول؟ أخذ التلميذ قبضة من الماء وقال له: اللي يبطل كل هذه الأدلة هو إحساسي بهذا الماء، هذا الماء اللي في إيدي الذي ألمسه بيدي أوضح دليل وأجلى دليل على زيف جميع هذه البراهين والأدلة. إذن واحد لا يتصور أنه التشكيك في فقط فكرة الإمام المنتظر، كل شيء في هذا الكون قابل للتشكيك، بل حتى وجود الكون قابل للتشكيك. إحنا الشيء الذي يهمنا الآن ما هو مبدأ التشكيك؟ ليش واحد يشك؟ ليش واحد يشك في الله؟ أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ ليش واحد يشك في الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه؟ العقل مرة يتخذ وضع المواجهة مع المجهول، هنالك حقيقة مجهولة، مرة العقل يواجه هذه الحقيقة، يتخذ وضع المواجهة فتنكشف هذه الحقيقة، ومرة العقل لا يتخذ وضع المواجهة فتظل الحقيقة مجهولة. لنمثل بمثال مادي، المثال المادي مرآة موجودة هنا
مرة أنت تتخذ وضع المواجهة مع هذه المرآة فتنكشف لك الحقيقة المطلوبة، ترى فيها ما تحب، ولكن مرة لا تتخذ وضع المواجهة مع المرآة، المرآة هنالك وأنت تنظر إلى هذه الناحية لا تنكشف لك الحقيقة المطلوبة. كما في الأمور المادية المواجهة مع الحقيقة عامل في كشف الحقيقة، كذلك في الأمور المعنوية في القضايا النظرية المواجهة مع الحقيقة أداة لكشف الحقيقة. إذا واحد ما واجه الحقيقة لا تنكشف له الحقيقة. ليش ما واجه الحقيقة؟ لأنه غافل عن تلك الحقيقة، أو لأنه لا يمتلك أدوات مواجهة الحقيقة. مواجهة الحقيقة تحتاج إلى أداة. إذا واحد ما عنده أداة مواجهة الحقيقة كيف يكشف الحقيقة وكيف يعرف الحقيقة؟ الآن فلان مو طبيب، كيف يتمكن هذا الرجل الذي لم يدرس 30 عاما أو 20 عاما أن يشخص هذا المرض؟ كيف يستطيع أن يعرف؟ ما عنده أدوات المعرفة. هل تعطي لنفسك الحق وأنت جاهل بالطب أن تحلل قضية طبية؟ العقل يأذن في ذلك والشرع يأذن في ذلك؟ أبدا. أنت لا تمتلك أدوات معرفة المرض، كيف تشخص المرض وكيف تعطي العلاج؟ الأشخاص الذين يجلسون ويستشكلون على الفقهاء المراجع في القضايا الفرعية الحكمية، شنو هذه الفتوى؟ من شك بين 3 والـ4 فحكمه كذا، الفقيه يكتب في كتابه الفقهي. شنو هذه الأحكام؟ ما هي هذه التعقيدات؟ سؤال. أنت تملك أداة كشف الفقه أو لا تملك؟ سؤال. هل أنت فقيه أو لا؟ إذا أنت مو فقيه لا حق لك أن تستشكل على فقيه في حكم شرعي فرعي، لا تملك الأداة. واحد يقرأ نظرية أينشتاين، النسبية، النسبية العامة أو النسبية الخاصة، ولا تعجبه هذه النظرية، لأن النظرية فيها غموض، فيها تعقيد، فيها قضايا غير معقولة بالعقل الظاهري. بالله عليك، هل تعطي لنفسك الحق أن تفند هذه النظرية وأنت لا بضاعة لك في علم الرياضيات؟ تعطي لنفسك الحق؟ الرياضي هو الذي يستطيع أن يفند نظرية أينشتاين لأنه يملك أداة التفنيد، ولكن غير الفقيه لا يمكنه أن يستشكل على فقيه في حكم فقهي فرعي لأنه لا يمتلك تلك الأداة. يأتي رجل ويقول هذه الرواية ضعيفة، تلك الرواية ضعيفة، هذا الرجل مجهول، هذا الرجل. سؤال. أنت كيف تفند هذه الرواية؟ هل قرأت علم الدراية؟ قرأت علم الدراية؟ قرأت علم الرجال؟ يقول نعم قرأت علم الدراية وقرأت علم الرجال. علم الدراية يتوقف على علم الأصول. هل قرأت علم الأصول؟ هل درست في الحوزات العلمية؟ القضية مو احتكار. اذهب خذ العلم من منابعه في حوزة قم أو في أي حوزة ثانية، كن أصوليا فناقش القاعدة الأصولية. ولكن اللي ما قارئ علم الأصول كيف يناقش؟ مو قراءة سطحية، مو أنه يقرأ كتاب المعالم، هذا لا يجعل منه فقيها. الفقيه هو المتبحر،
الفقيه الذي هو أتقن هذه القواعد، إذا واحد ما أتقن هذه القواعد بأي حق شرعي، بأي حق عقلي بعيدا عن الشرع، إحنا كعقلاء هذا الذي هو غير مجتهد في الأصول كيف يناقش الأصوليين؟ بأي حق يناقش الأصوليين؟ ما إلى حق، لا من الناحية الشرعية ولا من الناحية العقلية. تفنيد رواية أو إثبات رواية يتوقف على علم الرجال، يتوقف على علم الأصول، يتوقف على علم المنطق، بقدر اللي مو مجتهد في هذه العلوم ما إلى حق يبدي نظرة في هذا الشأن. كل واحد يجي يصير مفتي، كل واحد يجي يصير عالم يحلل الحرام ويحرم الحلال، هذا منطق؟ هذا كلام؟ هذا مو صحيح. قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. واحد من الأشخاص اللي ما عندهم بضاعة علمية ناقش الجد رحمة الله عليه في مسألة، في مسألة من المسائل، فما تمكن، ما اقتنع بما قاله الجد. مسألة فقهية مو شغلك انت الان، اذا تناقش فيلسوف ما تقتنع بما يقول لان مو شغلك، انت اذا تناقش رياضي ما تقتنع بما يقول لان مو شغلك. الفرد يجب ان تكون له اداة مواجهة الحقيقة المجهولة. فقال للجد اذا في يوم من الايام انا اصير مجتهد ما افتي بهذا الشيء، انت تقول فلان شيء حلال مثلا او حرام، إذا أنا في يوم من الأيام أصير مجتهد أنا ما أفتي بهذا الشيء. فقال له الجد نعم، ولكن بشرط علمك يبقى في هذا المستوى، إذا علمك في هذا المستوى لا تقول بذلك، ولكن إذا عرفت إذا أتقنت فلن تقول بهذا الكلام. إحنا شنو وظيفتنا؟ وظيفتنا هي التي عينها الإمام الصادق صلوات الله عليه، هي التي عينها الله من قبل ليتفقهوا في الدين. الشباب إذا لم يتفقهوا في الدين هؤلاء يظلون عرضة لأي تشكيك، لا في الإمام المهدي بل حتى في الله تعالى. اللي ما عنده مناعة مكتسبة شي يصير؟ أي مرض، حتى زكام يجي فقد أو نقص المناعة المكتسبة. إذا واحد ما عنده شي يصير؟ زكام يجي يموته، هذا بالنتيجة. إذا ما قرينا علم العقائد، إذا ما تفقهنا في الدين نظل عرضة لأي تشكيك. واحد يجي يشكك في وجود الله، عجيب صحيح؟ إذن يرتد عن وجود الله. ضروري أن تتفقهوا في الدين. من نعم الله سبحانه وتعالى على المؤمنين هذه المجالس الموجودة، واحد يضع برنامج للتفقه في الدين. شلون ما تعرف القضايا الإلهية؟ لا يعرف صفات الجمال، لا يعرف صفات الجلال، لا يعرف شيئا في القضاء والقدر، هذا شلون مؤمن؟ 70 عام، 40 عام، 30 عام لا يعرف شيئا، هذا واجب شرعي. اخذوا الرسائل العملية كلها، كل الفقهاء الأحياء منهم والأموات، رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، واجب أن يكون إيمانك بأصول الدين عن ماذا؟ يكون عن برهان في الألوهية، في التوحيد، في النبوة، في الإمامة، في المعاد، كلها يجب أن تكون مبرهنة. وإذا واحد تسلح بهذا السلاح فلن يؤثر فيه التشكيك، يتجاوز مرحلة التشكيك. الأئمة صلوات الله عليهم ربوا أصحابهم. هشام بن الحكم، يأتي رجل شامي إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه،
الرجل جاي من الشام. الشام يعني المركز المضاد لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويريد أن يناظر الإمام الصادق صلوات الله عليه، هذا الرجل الشامي. ثم قال له: ما حاجتك أيها الرجل؟ قال: بلغني أنك عالم بكل ما تسأل عنه، والفضل ما شهدت به الأعداء، فصرت إليك لأناظرك. مناظرة، ليش الشباب ما يعرفون علم المناظرة؟ الشباب ضروري أن يتعلموا علم المناظرة، علم العقائد وعلم المناظرة. الآباء ينبغي أن يوجهوا أبنائهم هذا الاتجاه. هذا السيد المرحوم السيد الموسوي رحمة الله تعالى عليه، مدير الجعفرية، هذا الرجل نقل عنه أنه كان يهتم بواحد واحد من الشباب، يشوف عقيدته، يشوف إيمانه، مؤمن، متدين، معتقد، واحد يشوف هؤلاء الشباب في ماذا يفكرون. فصرت إليك لأناظرك. فقال أبو عبد الله، يعني الإمام الصادق صلوات الله عليه، في ماذا؟ قال: في القرآن وقطعه وإسكانه وخفضه ونصبه ورفعه. هل علوم القرآن متداولة عندنا؟ واي مؤسف. قراءة القرآن تشوف واحد عمره 70 عام ما يعرف يقرأ القرآن، هذا مو مؤسف؟ تشوف واحد عمره 70 عام لا يحفظ شيئا من القرآن، هذا مو مؤسف؟ في بلد من البلاد اتهموا الموالين لأهل البيت أنهم لا يوفقون لحفظ القرآن، لا يوفقون لحفظ القرآن الموالين لأهل البيت. طبعا كذب هذا، هواي الذين فينا حفظوا القرآن من أوله إلى آخره، ولكن هذه التهمة أثارت الموالين في ذلك البلد، فبدأوا بحفظ القرآن بالعشرات. ثم في يوم من الأيام اجتمعوا وأخذوا يقرؤون القرآن واحدا بعد الآخر من أوله إلى آخره عن ظهر القلب. إذا تروحون إلى ذلك البلد تشوفون أسماءهم مصدرة بحافظ، حافظ علي، حافظ تقي. حافظ يعني شنو؟ يعني حافظ القرآن. شنو الإشكال أنه توضع برامج لفهم القرآن، لحفظ القرآن، لتعلم هذه الأشياء؟ فقال أبو عبد الله: يا حمران، دونك الرجل. حمران واحد من أصحاب الإمام الصادق، عليك بالرجل. فقال الرجل: إنما أريدك أنت لا حمران، وياك أريد أبحث. فقال أبو عبد الله الإمام الصادق: إن غلبت حمران فقد غلبتني. يعني شوف حمران واصل إلى أي مقام. فأخذ الشامي يسأل حمران، وحمران يجيب حتى ضجر ومل، تعب الرجل الشامي، وحمران يجيبه. فقال أبو عبد الله: كيف رأيت يا شامي؟ قال: رأيته حاذقا، ما سألته عن شيء إلا أجابني. هذا حمران. فقال أبو عبد الله: يا حمران، سأل الشامي، الشامي سألك، الآن أنت اسأل الشامي. فما تركه يكشر، يعني حمران رد السؤال على الشامي فلم يستطع أن يتكلم بكلمة فسقط. فقال الشامي في علم القرآن سقط، حمران صرع. فقال الشامي: أرأيت يا أبا عبد الله أناظرك في العربية، يعني علم النحو وعلم الصرف وما أشبه ذلك من هذه العلوم التي يفر منها شبابنا، بعضهم يعني
بينما يتوقف فهم القرآن وفهم السنة على هذه الأشياء. فالتفت أبو عبد الله فقال: يا أبان ابن تغلب ناظره حمران في القرآن. أبان ابن تغلب في اللغة العربية. فناظره فما ترك الشامي يكشر، سكت الشامي. قال: أريد أن أناظرك في الفقه. فقال أبو عبد الله: يا زرارة ناظره. زرارة تاجر، زرارة تاجر، ولكن تشوف هذا التاجر بلغ من علم الفقه. الآن 1400 عام تقريبا تمضي على زرارة، ولكن فقهاؤنا العظام الذين هم قمة في الدقة والتحقيق والتأمل، حقيقة هذا المنهج الفقهي اللي عندنا من قمم التأمل والتحقيق، وإن كان المجال مفتوحا للمزيد. تشوف هؤلاء الفقهاء يجلسون على رواية زرارة، زرارة يجي للإمام يسأل سؤال، الإمام يجاوب، زرارة يناقش الإمام، ثم يفرع تفريع ثاني، ثم يفرع تفريع ثالث. الفقهاء إلى الآن يفكرون ماذا كان يريد هذا العقل الجبار، شنو الفرق بين السؤال الأول والسؤال الثاني. ناظره يا زرارة في الفقه. فناظره فغلبه. قال: أريد أن أناظرك في الكلام، علم العقائد. فقال: يا مؤمن الطاق ناظره. فناظر وغلب. بعدين قال: أريد أن أناظرك في التوحيد، في علم التوحيد. فقال لهشام ناظره. هشام، عندنا هشامين، هشام بن الحكم وهشام ابن سالم. هشام بن الحكم تاجر في بغداد، تاجر، ولكن مسلط، لم يكن يستطيع أحد أن يقابله. فناظره، والرواية مفصلة، إلى أن قال الشامي: اجعلني من شيعتك وعلمني. فقال أبو عبد الله لهشام: علمه، فإني أحب أن يكون تلماذا لك، يعني تلميذا لك. هكذا كان أصحاب الأئمة، التاجر منهم والكاسب منهم والطالب منهم، كل واحد منهم كانوا يوجهون إلى التفقه في الدين. هذه وظيفة شرعية على كل واحد منا من هذه اللحظة وفي أيام شهر رمضان أن نضع برنامجا للتفقه في الدين. وإلا إذا واحد ما تفقه في الدين فدينه في خطر وإيمانه في خطر، ولن يكون معذورا أمام الله، لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار. الوقت انتهى، ونأمل إن شاء الله أن نتمم الحديث في أسابيع قادمة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تفقهوا في الدين. اللهم احفظ إيماننا، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد، ولا تفرق بيننا وبينهم أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.